حدث مهم برشا بالنسبه لي انا غدوه، هو حدث رياضي غدوه ان شاء الله زوزه تراح للفرقه التونسيه في الكؤوس الافريقيه، النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي كاور غدوه في كاس الكاف وكاس رابطه الابطال الافريقيه. ان شاء الله بالتوفيق اليوم ديديكا سبيسيال للملاعبيه وللجمهور نتاع النادي الافريقي ونتاع النجم الرياضي الساحلي. شوفوا التقرير هذا بعد شويه، نوعدوكم بجو حفالي مع انيس وشمس، اقعدوا معنا في ليميسيون اكسترا. الكل واقفين، اللي تبع كورة واللي ما يتبعهاش، عندنا زوزة تراح نار النجم الرياضي الساحلي في مصر، وهذا في إطار دومي فينال شامبيونز ليغ ضد النادي الأهلي. والنادي الإفريقي في رادس في إطار الكاف ضد سوبر سبور جنوب إفريقيا. نبداو بالإتوال اللي من عام 1925 بالماريسها يحكي عليها كيما الدوبلي متاع بن يونس عام 1995 اللي دخل أول كاف لجوهرة الساحل سوسة. بن يونس ويا عيني يا عيني، كي نحكيو على 2007 كي مشينا وفاكينا الشامبيونز ليج من قدام الأهلي في بلادها وسهرنا بها في القنطاوي، وإن شاء الله كيما الشرميتي يفرحنا يعاود يفرحنا غدوة هو والبريقي وبن عمر. خلص 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 خلص، كم أنت كبير يا ابن الخضراء، كم أنت كبير يا ابن الخضراء. ومن الكبير نقعدوا في الكبير ونحكيوا على السياء جمعية من 1920. الإفريقي عقلية من البارح مش مليون، عمرنا ما ننساو 92 طرحت 2-2 كونتر الهلال السعودي وروحنا بالكوب أفرو أزياتيك الباب الجديد. وزيدا 2011 ما ننساوش بونتو إيزيكيل ضد فريق سانشاين ستارز النيجيري في الدومي فينال كاف اللي هب للتوانسة الكل. وإن شاء الله صابر خليفة وأسامة الدراجي يفرحونا غدوة في رادس. دونك في اللي جرادان في مصر في رادس قدام التلفز نسمعوا في اللي راديو إن شاء الله زينه.